نالت شرف لقب أم المؤمنين، وهي أول زوجة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة. يا ترى من هي؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير من بعثه الله رحمة للأنام محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك وخليلك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا مراراً في هذا البرنامج أن الصحبة اصطفاء من الله عز وجل، وكذا الحال في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب أم المؤمنين هذا اختيار من الله عز وجل. فالتي نالت هذا الشرف نالت هذا الشرف بكرم الله عز وجل ورحمته. اليوم في هذه الدقائق اليسيرة نتعرف على بصمة عظيمة لها أثر في حياة كل اثنين، بينهم صحبة، بين زوج وزوجة، صديق وصديقة، صديقة وصديقتها، زملاء بالعمل، كل اثنين بينهم علاقة أياً كانت طبيعة هذه العلاقة، ويبون العلاقة تستمر ولا تنقطع رغم الأمواج والمطبات واختلاف الرأي وال يبونها تستمر. سودة بن زمعة أم المؤمنين من بني عامر، أمها اسمها الشموس من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمها الشموس لها قرابة مع والدة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من حمولة طيبة وبيت كريم. كانت عند ابن عمها اسمه السكران بن عمرو، وأسلم في مكة وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، رجل مسلم حسن إسلامه صالح، مات فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي أول زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم دخل بها بعد خديجة. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل سودة، لكنه ما دخل على عائشة إلا في المدينة، لكنه دخل على سودة بن زمعة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين في مكة، فنالت هذا الشرف العظيم لقب أم المؤمنين، وهي أول زوجة دخل بها بعد خديجة رضي الله عنها. سودة بن زمعة هذه المرأة الصالحة سنتناول عن بصمة من بصمات حياتها الأسرية الاجتماعية. لما كبرت في السن تنازلت عن ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة تبتغي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من عدله كل ليلة عند زوجة من زوجاته يعدل، ما فرق بين كبيرة وصغيرة، بكر ثيب، عندها عيال ما عندها عيال، عامل الجميع على مسطرة واحدة صلى الله عليه وسلم بالعدل، مسطرة العدل. لما كبرت سودة رضي الله عنها لعلها خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازلت عن ليلتها إلى عائشة. لاحظ
سنقف عند فقه جميل اسمه فقه التنازل عن بعض الحق للمصلحة العامة. فاصل ونواصل. الحمد لله. عودا على بدء، في حياتك الأسرية، في حياتك الاجتماعية، في حياتك الإدارية، أحيانا تجي بعض المواقف أنت تشعر أن بعض حقك سلب من الطرف الآخر، غلط عليك، قال كلمة مو في محلها، كنت ترجو منه أو ترجو منها موقف ما حصلت ولا لقيت الموقف اللي ترجوه، فتتضايق وتحزن وتتكدر، وهذا طبيعي من حق أي إنسان يشعر أنه ظلم أنه يتضايق، هذا شعور طبيعي فطري. لكن إذا أنا حريص على استمرار الحياة والصحبة مع صاحبي أو حياتي الزوجية مع زوجتي أو بين الزوجة مع زوجها، خاصة إذا بينهم عيال، في فقه جميل اسمه فقه التنازل، أتنازل أضحي عن بعض حقوقي علشان تستمر الحياة. هذا الفقه بصمة عظيمة من بصمات سودة بن زمعة رضي الله عنها. الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لها وزن، مو ليلة عادية. لما امرأة تتنازل عن الليلة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها وعلى فراشها وفي مخدعها، هذا مطلب عالي جدا. وكعادة الضرات والضرائر، يعني أكثر شيء يجرح مشاعرها هي ترى إذا الزوج ما عدل في البيات. ولذلك من أسباب ردة فعل القاسية من المرأة إذا خذ عليها زوجها، إن خلاص هي كانت تشعر أن الزوج ملكي، ما له إلا أنا، يوميا ينام عندي، الآن دخلت مرة ثانية تقاسمت معاي ليالي زوجي. سودة بن زمعة علشان تستمر الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها، تنازلت عن ليلتها، وتنازلت عن شيء عظيم ثمين، مو شيء عادي رخيص، تنازلت عن الليلة. ولاحظ، تنازلت تنازل موجه، لأن المرأة إذا تنازلت قد يكون تنازل موجه، تقول له يا زوج أتنازل عن ليلتي لفلانة، ومن حقه يقبل ومن حقه يرفض. واحيانا تنازل عام، يقول له خلاص الليله هذه ما انت ملزوم تنام معي، واذا كان له اكثر من زوجه هو بالخيار، ينام عند هذه مره او ذيك مره. لكن لان سوده رضي الله عنها تعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم، اختارت عائشه. وقد من ذكاء وحصافه وعقل وحكمه ام المؤمنين رضي الله عنها أن هي اختارت عائشة حتى لا يكون الاختيار منه صلى الله عليه وسلم فتضايق بعض أمهات المؤمنين. يعني لو تركت الخيار له صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ليلتي ضعها في أي زوجة أنت تشاء، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة مثلا، قد يزعلون الباجي. لكن سودة رضي الله عنها أرادت أن ترفع الحرج عنه صلى الله عليه وسلم، فهي اختارت عائشة. هذا يدل على كمال ورجاحة العقل، امرأة بلغت الغاية والمنتهى في الحكمة والثقل والنظر في عواقب الأمور. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كلمة جميلة جليلة في حق سودة بن زمعة. وتصور لما تأتي الشهادة من ضرة من زوجة ثانية، قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة أحب إلي أكون في مسلاخها من سودة بن زمعة. شنو معنى أكون في مسلاخها؟ المسلاخ هو الجلد، يعني ما مر علي امرأة تمنيت أن أكون أنا هي مثل سودة. عائشة تمنت تكون سودة. هذا يدلك على ماذا؟
يدل على إعجاب عائشة رضي الله عنها بدين وصلاح وتقوى وحكمة وعقل سودة رضي الله عنها. هذه بصمة مهمة لابد يعيها كل زوج وزوجة وكل اثنين متصاحبين. فقه اسمه التنازل عن بعض الحق لإدراك مصلحة أعظم.